أهلا وسهلا، مساء الخير، ومساء الخير على المشاهد الكريم، وشكرا على كريم الدعوة. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة للمتوفين في العمل الإرهابي الذي استهدف الإمارات الشقيقة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى. طبعا الأحداث أو ما تم يوم أمس من محاولات واستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وأيضا في دولة الإمارات العربية، طبعا هو تصعيد خطير جدا، له مؤشرات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي. ما في شك أنه يجب أن يكون هناك تعامل بحزم مع هذه الميليشيات، والتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين، وأيضا ضمن الإسهامات في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي. كان هناك عمليات يوم أمس هي امتداد للعمليات التي تم الإعلان عنها سابقا في حرية اليمن السعيد لاستهداف القدرات الحوثية، وأيضا استجابة للتهديد في استخدام الميليشيا الحوثية للأسلحة النوعية باستهداف المدنيين في المنطقة، سواء كان في اليمن أو في المملكة العربية السعودية، أو كما تم يوم أمس من قبل الميليشيا الحوثية في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا العمليات هناك رصد مستمر على مدار 24 ساعة سابقا، وهناك بنك أهداف للتعامل مع الميليشيا الحوثية في الفترة الماضية. كما أعلننا سابقا كان هناك إعطاء فرص للميليشيا الحوثية، وكان هناك خيار السلم وخيار الحرب، ولكن يبدو أن الميليشيا الحوثية اختارت الدمار لليمن وأهل اليمن. كان هناك استهداف بعملية نوعية بمراقبة استخبارية آنية وفورية لبعض القيادات الحوثية، كانوا في اجتماع في شمال غرب العاصمة صنعاء، وأيضا تم استهداف القدرات النوعية يوم أمس في الكلية الحربية، وأيضا في جبل النبي شعيب، والذي تم إعداده لإطلاق الطائرات المسيرة كمنظومة اتصالات، وأيضا مخازن للطائرات في جبل النبي شعيب. العملية مستمرة، تقدير الموقف العملياتي يستوجب أن تستمر العملية للتعامل مع هذه الميليشيا ومع هذا الصنف الحوثي. طيب عميد المالكي، دعني أسألك عن العملية، الهجوم الذي استهدف الإمارات العربية المتحدة يوم أمس. ما نعرفه هو أنه مسيرات استهدفت عدد من المواقع. أنتم في التحالف ترصدون مثل هذه المسيرات بشكل مستمر، هل تم رصد هذه المسيرات التي استهدفت أبو ظبي تحديدا؟ هل من المعروف من أين انطلقت هذه المسيرات؟ طبعا كما تم الإعلان من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك تحقيق في هذا الموضوع. التحالف يوم أمس وبعد استهداف أبو ظبي تم رصد انطلاق عدد من الطائرات المسيرة، كما أعلننا لاحقا بتدمير 8 طائرات مسيرة. بعض هذه الطائرات المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي، ومعاودة الميليشيات الحوثية لاستخدام مطار صنعاء الدولي. تم ولله الحمد استهداف عدد 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية، وتم الإعلان في حينها في العملية الاستجابة الفورية. وكما أعلننا ليلة البارحة تم استهداف أيضا عدد 2 منصات إطلاق صواريخ باليستية تم تعريفها وتم التعامل معها من قبل قوات التحالف الجوية. عميد المالكي، معلش اسمح لي، يعني أود أن أسألك بالتفصيل عن هذه المسألة لأنها مهمة. يعني هل يمكن القول أنه كما ذكرت بعض الروايات أنه هذه المسيرات التي استهدفت أبو ظبي انطلقت من مطار صنعاء أم من أماكن أخرى؟ أنا كما ذكرت لا يمكن استباق التحقيقات في هذا الجانب. هناك مراجعة عملياتية سواء من الأشقاء في دولة الإمارات العربية أو حتى من التحالف لمعرفة مزيد من التفاصيل عن ماهية هذا الهجوم الإرهابي والعدائي ضد المدنيين والعيال المدنية، وبذلك لا يمكن استباق التحقيقات في هذا الجانب. طيب دعني أسألك الآن بشكل عام عن العمليات العسكرية خاصة على جبهات شبوة ومأرب. عميد المالكي، ما الذي يمكن أن تقوله لنا فيما يتعلق بالعمليات الجارية هناك؟ طبعا ما في شك أن محاولات الميليشيا الحوثية وهذا الصلف من قبل الميليشيا الحوثية هو يعبر عن حالة الانكسار والهزائم على الأرض. نحن أعلننا من شبوة عن تحرير المحافظة مع سعادة محافظ شبوة. كان هناك عملية عسكرية في المحافظة، وأيضا كان هناك العملية العسكرية مستمرة الآن في مأرب. هناك تكاتف وهناك توحيد للجهود للأشقاء اليمنيين،
العمليات العسكرية طبعا تهدف إلى دعم الجيش الوطني اليمني وأيضا تحرير الأراضي اليمنية من قبل أو من سيطرة الميليشيا الحوثية. هناك تطلعات في المنطقة كما أعلن في شبوة أننا نريد أن نرى اليمن دولة مستقرة وأن يكون هناك مواكبة لدول الخليج في النماء وفي الازدهار وفي التنمية، ولكن وكما ذكرت في البداية أن هذه الميليشيات اختارت طريق الحرب والخراب والتدمير لليمنيين وللمنطقة. طيب فيما يتعلق بما يجري في مديرية حريب عميد المالكي، لأنه كانت العمليات متركزة في هذه المديرية على مدى الأيام القليلة الماضية، هل ما زالت العمليات جارية؟ كيف تسير الأمور هناك؟ العملية مستمرة كما تم التخطيط لها في تحالف دعم الشرعية في اليمن وبتكاتف الجهود وبدعم الجيش الوطني اليمني. نحن نعمل على الأرض في تحرير المحافظات اليمنية، وهناك التحام ما بين ألوية العمالقة وأيضا الجيش الوطني اليمني في تحرير المحافظة، وهناك عمليات مستمرة كدعم جوي من قبل قوات التحالف الجوية، وأيضا العمليات تسير كما تم التخطيط لها. ولكن في نفس الوقت اللي احنا نتعامل فيه مع هذه الميليشيات على الارض، لابد ان يكون هناك ادراك لخطوره تصعيد الميليشيا الحوثيه وتفسير لما تم يوم امس من انكسار لهذه الميليشيات الحوثيه، في عدم تمكين هذه الميليشيات من السيطره على محافظه مأرب. وهناك طبعا جهد كبير من قبل قوات التحالف انه حمايه المدنيين بالدرجه الاولى في مأرب وايضا حمايه المدنيين في محافظات شبوه. لا بالتأكيد أن مثل هذه الانكسارات كان لها التأثير الكبير على الميليشيات الحوثية. هناك المئات بل الآلاف من المقاتلين الذين يزج فيهم إلى المعركة، وهناك أيضا ضغط شعبي من قبل المواطنين اليمنيين على الميليشيا الحوثية. لا يمكن أن يكون هناك تناسي أو عدم قراءة الوضع أو التصرفات السلوكيات الحوثية في تهديد الأمن الإقليمي والدولي. هذه نقطة جدا مهمة. إذا نظرنا إلى التهديد البحري وتطور العمليات للميليشيا الحوثية كعمليات عدائية من استخدام الألغام البحرية إلى الزوارق المفخخة، والآن رأينا أن هناك عمليات قرصنة من قبل الميليشيات الحوثية تنطلق من موانئ من ميناء الحديدة. إذا نظرنا إلى التهديد الجوي وإطلاق الميليشيا الحوثية للصواريخ البالستية سواء على الداخل اليمني أو على دول جوار اليمن، وأيضا استخدام الطائرات المسيرة المفخخة الانتحارية، هناك تهديد وأن هذا البعد لتطور السلوك الحوثي والذهنية الحوثية العنيفة في استخدام مثل هذه القدرات ضد المدنيين، أن هذا يمس الأمن الجماعي وأيضا يمس الأمن المنطقة وأيضا حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وأيضا الأمن الإقليمي والدولي.